دلوقتي هنوصف ايه اللي يحصل لو حصل انجري للميديان نيرف. بالنسبه للميديان نيرف، لو حصل انجري هنا عند الالبو نتيجه كسر في اللور اند اوف هيومرس اسمه سوبرا كوندايلر فراكتشر، او نتيجه هو بيعدي من البرونيتور تيرس بيختنق بتضخم في العضله، عضله حصل فيها هايبرتروفي تضخم فبيضغط على النيرف اللي بيعدي بين التو هيدز، يبقى دي اسباب الليجن فوق. والليجن فوق يعني معناها قبل ما يدي البرانشز بتاعته. طيب تعالوا نشوف بالنسبه للليجن ات البو اللي هو انجري ات البو ايه اللي هيحصل، وبعد كده نتكلم عن الانجري ات ريست. الانجري ات البو نشوف ايه الموتور لوس، تعالوا نشوف ايه الموتور لوس لو القطع في الميديان نيرف هنا. العضلات اللي هيحصل لها باراليسز هي عضلات الفرونت اوف فور ارم اللي هم السوبرفيشال جروب والديب جروب ما عدا عضله ونص في الفرونت اوف فور ارم. مين العضله ونص اللي مش هياخده من الميديان نيرف؟ فليكسور كاربي النارس والميديال هاف بروفاندس. ليه؟ لان دول بياخدوا من النر، يبقى اللي هيروحوا مين؟ برونيتور تيرس، ركزوا معايا، والفليكسور كاربي رادياليس وبالمارس لونجس لو موجود، وفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس اللي هي بتاعه الفليكشن بتاع الصوابع دي، وفليكسور بورشيز رونجس اللي هو الفليكشن بتاع الصباع ده، والبرونيتور كوادريتس طبعا البرونيتور تيرس في الاول ودلوقتي برونيتور كوادريتس بتاعه الحركه البرونيشن. تمام، هيتفضل مين بقى اللي هم نوت لوست؟ اللي هو الفليكسور كاربي النارس والميديال هاف بروفاندس. كمان في الموتور لوس في الهاند هنلاقي المجموعه دي اسمها الثينر اللي هم 2 و1 ابدكتور بورشيز بريفس وفليكسور بورشيز بريفس، وتحتيهم اوبوننتس بورشيز اللي ملهاش زي والاكشن بتاعها ملوش مثيل، واثنين لامبريكل من الاربعه لامبريكل واثنين لامبريكل، دول العضلات الموتور لوس. سنسور لوس، فين السنسيشن هيبقى لوست؟ في الهاند، لان فور ارم الميديان نيرف ملوش اي سبلاي كوتينيوس ولا في الارم، هو كل شغله في الهاند، فهو بيدي بالمر كوتينيوس برانش بيعدي على الفليكسور تيناكلم على الفليكسور تيناكلم عشان يدي مين؟ لاترال تو ثيردز اوف ذا بالم. وهو نفسه الميديان نيرف لما دخل الهاند بيتقسم الى تيرمينال لاترال وميديال ديفيجن، وبيدوا ديجيتال برانشز عشان يغذوا البالمر سيرفيس بتاع 1 2 3 ونص مع الباك بتاع نفس الثلاثة ونص صباع. كل ده شغل الميديان نيرف السنسوري. طيب ديسابيليتي، ما يقدرش يعمل ايه العيان ده؟ تعالوا معانا، هي العضلات اللي اتشلت في الفور ارم مين؟ تقول الاثنين برونيتور، يبقى انيبل ايه؟ انه برونيت، لكن يقدر يا دوبك يعمل كده. الميد برون بوزيشن ده عمله بالبريكيورديالس لو تفتكروا، لكن البرونيتور تيرس والكوادريتس لا مش شغالين، يبقى ديفكتيف برونيشن، ما يقدرش يكمل البرونيشن للاخر، يبقى هنقول unable to pronate for arm. What about flexion؟ تقول لي الفليكسور كاربي رادياليس والديجيتورم ونص البروفاندس وفليكسور بورشيز لون، كل ده راح، ما فاضلش معايا من الفليكسورز غير الفليكسور كاربي النارس والميديال هاف بروفاندس. فلما اقول لعين اتني ايدك كده هتلاقيه وهو بيتنيها ضعيفه وبايد بتميل ناحيه جوه، يعني دايما الفليكشن مصحوب ادكشن، لان ده هو ده الاكشن بتاع النارس اللي فاضله، هو بيعمل فليكشن بالعضله ونص دول بس، فتلاقي فليكشن ضعيف. لما احط ايدي كده قدام ايده كده اقول له ارفع ايدي، تلاقيه بيرفعها بالعافيه، من غير ايدي كده هتلاقيه بيعمل دايما الفليكشن معاه ايه؟ معاه ادكشن. طيب ده بالنسبه للموفمنت لعضلات الفور ارم. بالنسبه للصوابع، انت عندك الفليكسو ديجيتورم سوبرفيشاليس كلها راحت، ونص اللاترال بتاع البروفاندس للصباعين دول راح، يعني مفيش فليكسو ديجيتورم سوبرفيشاليس ولا بروفاندس شغالين للصباعين دول، ودول بس اللي جاي لهم بروفاندس شغاله اللي هي الميديال هاف. فاقول له اقفل، طبق ايدك كده، ضم ايديك صوابعك، فتلاقيه دايما بيعمل كده، مش قادر ان هم يضم الصباعين دول، فكانه بيشاور بيهم، بوينتنج هاند، بوينتنج اندكس او بوينتنج هاند، بيشاور بدول، هم دول مشلولين فمش قادر يشتغل بيهم. نيجي للثامب، يا ترى الثامب الاوبوننس باظت فيبقى ما يقدرش يعمل كده، يقدرش يعمل كده، انيبل ان هو يعمل اوبوزيشن، الحركه بتاعت الاوبوننس اللي هي فليكشن وايه؟ وميديا روتيشن. نيجي للديفورمتي، لما يكون البرونيتورز راحوا يبقى الفور ارم على وضع ايه؟ سوباينيتد. تمام؟ طيب لما يكون الفليكسور راحوا ما عدا دي هيبقى في شويه اكستنشن في الريست. مش هو ده الاساسي عندي، الاساسي بقى في الصمب، ان هيبقى الصمب مش قادر يعمل الحركه دي، مش قادر يعمل فليكشن ولا ميديا روتيشن، يبقى هو ايه؟ اكستندد وايه؟ وعامل لاترال روتيشن. يعمل العكس، وضعه يبقى العكس. طيب الابدكتور هل راح منهم حاجه؟ يقول لي الابدكتور بورشز بريفس دي مش شغاله. اه صحيح في ابدكتور بورشز لونجس، بس الابدكتور بورشز بريفس مش شغاله، الابدكتور يكسب.
فتلاقي الصم مدموم كده. طيب الصم بيبقى اكستندد ولاترال روتيتد وادكتد مع بعض يعمل حاجه اسمها ايب هاند. يبقى الايب هاند هو الليجن الاساسي زي ما كان في الراديال قلنا الريست دروب والفينجر دروب، يبقى الراديال معها ريست دروب وفينجر دروب، الميديان مع ايب هاند. تعالوا نشوف ليت ويستنج، يعني بعد مرور فتره من الوقت الفرونت اوف ذا فور ارم هيخس يقل في الحجم ما عدا الميديال سايد، وهنا هيبقى فلات ثينر. فلات ثينر ليه؟ عشان الثينر امينس العضلات بتاعتها مش شغاله وباظت. هنيجي بقى للليجن اوف ميديان نيرف اتريست. واتريست عندي مشكلتين، يا اما كاتريست واحد بينتحر يا اما الكاربال تانل. ايه الكاربال تانل ده؟ الميديان نيرف بيعدي في الكاربال تانل في مكان زحمه، فممكن لو حصل التهاب في سينوفيا تشيز جنب الميديان نيرف يضغط على الميديان نيرف. لو حصل خلع في عظم من عظمات الكاربال بون واشهرهم اليونيت تضغط على الميديان نيرف. فالكاتريست او الكاربال تانل سندروم زي بعض بالظبط. هقول لكم الفرق في الاخر. طيب هنعمل ليجن للميديان نيرف هنا، طبعا كل الشغل بتاع الفور ام اللي انا قلته من ناحيه الفليكشن اوف ذا ريست طبيعي والبرونيشن اهو طبيعي، مشكله كلها في الهاند. موتور لوس، يلا مين هيقول معايا؟ موتور لوس هيبقى هنا باراليسز لمين؟ للثينر والتو لامبريكتس. سنسوري لوس للميديان نيرف هنا او في الكاربال تانل بيبقى الثلاث صوابع ونص من قدام والباك بتاع اطرافه، لكن البالم لا سليم لان البالمر كوتينيوس هيعدي على الفليكسور تيناكلم، فلما يضغط الميديان نيرف جوه الفليكسور تيناكلم البالمر كوتينيوس ما يتاثرش لان هو سوبرفيشال. وكمان كاتريست انا بتكلم على كاتريست اللي هو ايه؟ قطع الميديان نيرف بس، لكن في احتماليه في الكاتريست مش في الكاربال تانل سندروم ان يحصل انجري في البالمر كوتينيوس برانش، يبقى البالم ايه معايا وده هعرفها بالاحساس في البالم. لكن الكاربال تانل سندروم اللي هو بريشر اوف ميديان نيرف انسايد ذا كاربال تانل او ديب للفليكسور تيناكلم ده لا يمكن يكون معاه البالمر كوتينيوس ايه برانش. ده بالنسبه للسنسروس. الديسابيليتي مش قادر يعمل الاوبوزيشن زي ما قلت لكم قبل كده، مش هيقدر يعملها، ودي عباره عن فليكشن وميديان روتيشن العكس بتاعها. يبقى الصمب هيعمل ايه بقى مشكلته؟ هيبقى عندي صمب عامل كده اكستندد ولاترال روتيتد وادكتد عشان الابدكتور بولشز بريفس مش شغاله، يعني ايه بهند. بعد كده هيبقى فيه ليت ويستنج تشينجز في السينر بس، الفور ارم سليم لان انا بقول الليجن هنا اهو. طيب تعال نرجع للفرق ما بين الكاتريست والكاربال تانل سندروم. الكاتريست يعني واحد بينتحر وبيقطع شرايينه هنا اهون، فممكن يعمل اصابه للميديان نيرف، ممكن يكون معاها بالمر كوتينيوس وممكن ما يكونش معاها بالمر كوتينيوس على حسب القتل اللي عمله. لكن في الكاربال تانل سندروم اللي هو بريشر على الميديان نيرف جوه الكاربال تانل لا يمكن يكون البالمر كوتينيوس افكتد، وده لازم بس الشغل كله على الصوابع كل لوس اوف سنسيشن البالم هيبقى سليم. اوكي نشوفكم في الفيديو اللي جاي الانر نيرف ان شاء الله.